وعدتك أن لا أحبك ثم أمام القرار الكبير جبنت وعدتك أن لا أحبك ثم أمام القرار الكبير جبنت وعدتك أن لا أعود وعدت وأن لا أموت اشتياقا ومت وعدت مرارا وقررت أن أستقيل مرارا ولا أتذكر أني استقلت. 85% من ضحايا العنف المنزلي هن من النساء. التاريخ أثبت أن النساء دائماً بيتعرضوا للعنف من قبل أقرب الأشخاص لهم مثل الزوج الشريك الأخ الأب. معظم ضحايا العنف المنزلي لا تبلغ الجهات الأمنية المختصة. الأخ الأب. واحدة من ثلاث نساء بالعالم تتعرض للتعنيف خلال حياتها. الأخ الأب. واحدة من كل ثلاث نساء بالعالم تتعرض للتعنيف خلال حياتها. يا ريت كل العنف اللي بالعالم بنشال بالسهولة اللي منقين فيها المكياج، يا ريت. لكن اللي منقدر نعمله هو إنه نشيله من عقول الأجيال القادمة، وما يعرفوه غير من خلال بعض المشاهد ببعض الأفلام اللي بتذكرهم قديه كان بشع. أنا أرفض الجهل، أرفض التخلف، أرفض العنف، وبصر على إنسانيتي. وإنتم